المزيد عن الوضع في رام الله مع فراس لطفي، بالإضافة إلى ما قاله المتحدث باسم الحكومة، وهذه طبعا أمور تمارس بشكل يومي ليس قبل بعد 7 أكتوبر، هي أمور تعودنا عليها في الضفة الغربية خصوصا مع بداية هذا العام. هذا صحيح فضيلة، وكأن المستوطنون يعني أخذوا شرعية مع بداية هذه الحرب لما يقومون به، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بحمايتهم بشكل كبير، بل ويتبادل الأدوار معهم حسب الفلسطينيين هنا يقولون بأن هناك هجمة غير مسبوقة من المستوطنين الذين بدأوا ينفذون قوانين الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من خلال تهجير سكان في الأغوار الشمالية مثلا. تجمعات عديدة هاجمها المستوطنون وقاموا بإزاحة وطرد السكان منها تحت تهديد السلاح، إلى جانب قتل المزارعين وتهديدهم بالسلاح لترك مزارعهم وعدم قطف الزيتون، بل وأكثر من ذلك قاموا بتقطيع أشجار يعود عمرها لمئات السنين. كل ذلك يجري بصمت، بهدوء، ومن دون أن يكون هناك أي ردة فعل دولية، وهذا ما يناشد من أجله الفلسطينيون هنا العالم بضرورة التدخل والنظر إلى ما يجري من حرب صامتة في الضفة الغربية يمارسها الجيش الإسرائيلي ويمارسها المستوطنون هنا في الضفة الغربية، تحديدا في شمال الضفة الغربية. الآن الجيش الإسرائيلي لم يغادر بيت لحم الذي يعني يحاصر فيها منزل، وأوقع 36 إصابة ما بين رصاص حي واختناق بالغاز وشظايا رصاص وسقوط وما إلى ذلك، بزعم أنهم يريدون أحد المطلوبين من أحد المنازل. هذه المنطقة التي يحاصرها الجيش الإسرائيلي هي منطقة تحت سيادة ونفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وإداريا. هذه الحدود وكأنها غابت ولم تعد حاضرة في ذهنية الجيش الإسرائيلي. كل المدن مستباحة، كل المناطق مستباحة، وشاهدنا حملة اعتقالات واسعة تتعمق وتتكثف. كل يوم منذ بداية الحرب يعتقل العشرات، في خلال 24 ساعة الماضية اعتقل ما يزيد على 65 فلسطينيا، يضافون إلى 2300 فلسطيني تقريبا اعتقلوا منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى جانب 163 قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، إما بالاغتيال أو بمواجهات اندلعت في الضفة الغربية أو برصاص مستوطنين. هذا الوضع إلى جانب أوضاع متفجرة في داخل السجون الإسرائيلية التي باتت يعني ملأى بالأسرى الفلسطينيين بعد هذا الكم الكبير من المعتقلين الفلسطينيين، ما يزيد على 8000 الآن معتقل فلسطيني في سجون الإسرائيلية، يمارس عليهم صنوف عديدة من التعذيب والتضييق بأمر من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وهذا الذي دعا وزارة الخارجية اليوم مثلا لإصدار بيان دعت فيه العالم إلى ضرورة التدخل ووقف الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، واستنفرت كوادرها في السفارات والممثليات الفلسطينية لشرح قضية الأسرى التي باتت مقلقة جدا. ونذكر هنا أن 3 من الأسرى بينهم 2 من قطاع غزة تم الإعلان عن مقتلهما داخل السجون تحت التعذيب وفي قضايا أخرى. نعم فراس، أشكرك فراس لطفي في رام الله، شكرا.